هذه مساعدة قضائية باش تستهدف الملف اللي جاني ديال الاستغلال. المشكل اللي عندي أنا ديال داري، دار والديه، ديال الورثة، ديال الدار ديال الورثة. أنا وريث شرعي، كنملك حقي على الشياع. الورثة باعوا لختي، ختي باعت لواحد السيد، داك السيد بيع وشري، عنده الفلوس، عارف منين يدخل ومنين يخرج. دعاني 7 سنين وانا وياه في المحاكم، واخر المطاف دخل لي الدار المزاد العلني. كنت تفاجئ بالعفراغ، الدار تباعت، انا ما حضرتش المزاد اصلا. تباعت الدار في المزاد العلني ب 44 مليون، فيها السفلي والبروميير والدوزيام. الدار كدير شي 150 حتى 180 مليون، تباعت ب 44 مليون في المزاد العلني. جاتني فيها حق، في حقي انا جات تقبلتها بصدر رحب، لان هذاك قدر الله. قلت انا حرام الرزق من هذيك الدار، صافي غنشوف بلاصه اخرى. جاتني في حقي 10 المليون. اليوم جيت للمحكمة، جيت بغيت ناخذها شهرين وانا كنجري على واحد الكيتيس ديال دار الضريبة. ملي جيت عندهم هنايا قالوا لي عندك الحجز. ديال اش هاد الحجز؟ ما عرفتش. قالوا لي ديال الاستغلال. انا كنت ساكن في بيت في السطح، انا وبناتي، عندي جوج بنيات، وحده عندها 13 عام وحده عندها 16 عام. تشردت انا وجاني العفراغ، فرغوني من داري. تفرغت قبل من العيد الكبير ب7 ايام. الناس خارجين كونجي نهار واحد في شهر 7، الناس خارجين كونجي وانا خارج من داري. ما نكذبش عليك اخويا، تعذبت، تمحنت، انا مشرد، انا ولادي ما لاقيش من ناكل. خرجوني من داري، دار والديا، امي خلاتني مستور، وهاد الناس شردوني، تحاموا عليا، ما عرفت كيفاش داروا ليها. جاني العفراغ، حكمت عليا المحكمه بالعفراغ. وشكون اللي جا هرس الدار؟ الخصم ديالي اللي خدا فلوسه من المزاد. الخصم ديالي هو اللي شاد ماصه كيف رقع في الدار. انا ولادي كنضيعوا بالجوع، كناكلوا الخبز واتاي، والله شاهد عليا، وكنقول حمدتك يا ربي وشكرتك. الله كيبغي يمتحن عبده، كيبغي يختبره. انا راضي بحكم الله، الا كان قدر الله انا راضي به، خيره وشره. انا الحمد لله وشاكره في هذا الوضع دابا هكا، وكنحمد الله وكنشكره. كاينين الناس نزهاء في الاحكام ديالهم، ولكن كاينين بعض الثغرات، وكاينين بعض المتطفلين على الاحكام. وانا مأكد صاحب الجلاله لو كان شافني وشاف بنياتي وشاف حالتي من ذوي الاحتياجات الخاصه، هو غادي يزيد يتهلا فيا اكثر، يعطيني مازال. الا خاص، الا طلبتو على شي حاجه غيعطيها ليا. دابا كنطالب خويا الا كاين شي حل كيفاش نرجع لداري الحقي. انا باقي ما خديت حتى ريال، انا خارج من داري وما واخد حتى ريال. داري تباعت وانا خرجت تشردت انا وبنياتي. كنطالب من الله ومن رضات الوالدين وصاحب الجلاله محمد السادس، الا وصلوا هذا الفيديو يشوف من حالي ويشوف من حال بنياتي. راني تقهرت، راني تعذبت، وجاني هذا الشيء على كبري. كون عجاني في واحد الوقت باقي صحاح، انا عييت وليت كنمشي وكنوقف، ما كنقدرش نزيد.